انا مدام بسمة، وانا بعاني من مشكلة جوزي ممسوك في السعودية بقاله 3 سنين، وهو تزوج، احنا زوجتين وعندنا 7 اولاد. الزوجة الاولانية بعد اللي حصل ده فهي عملت خلع عشان تاخد معاش ابوها عشان تعيش منه هي والاولاد، وانا رحت قعدت عند اهلي عشان يعني الاقي يصرفوا عليا انا والاولاد، ما يحصلش تشرد للاطفال وكده. بس قلتي لي في الحلقه الاولانيه اللي زوجك طلع هو والدته يعمل عمره، وما ذكرتيش اي اسباب لاعتقاله. في الاتصالات هل قال لك اي اسباب لاعتقاله؟ لا قالش اي حاجه خالص، غير ان هو بيسلم يطمن علينا وبكلم ولاده وخلاص. طب والدته قالت لك كيفيه تم اعتقاله؟ لا والدته ما تعرفش. والده لا، والده مش عايش، توفي. ووالدته اللي كانت في العمره؟ والدته ده هو اتمسك، هي كانت في السكن فاضي يوم واتنين ما تعرفش اي حاجه عنه، لحد ما وصلها الخبر يعني بان هو ممسوك. فضلت فاستغيث بمين هناك، ما نعرفش احنا حد هناك. طب هل حصل اتصال للخارجيه المصريه مع السفاره السعوديه؟ بعت فاكسات كتير للخارجيه، فقولوا ان احنا متابعين ملفكم. بس متابعين ملفكم ايه؟ 3 سنين ومحدش قال لي جوزك عنده ايه، ايه مشكلته، ايه تهمته. 3 سنين ما تحاكمش لو عليه قضيه، لو عليه ليه مشكله ليه ما تحاكمش او يرحلوه عشان اولاده. ايه قصه زميله اللي كان في الاعتقال وقال لك ده هو قالوا له 10 سنين انت عندنا ما عندكش حاجه، ايه القصه دي؟ لا ما نعرفش، انا ما سالتوش عن حاجه صراحه. انا ما كنتش عليا قضيه، وكانوا برضو متاخدين كده ظلم، والحمد لله ربنا ما طولش عليا انا وخرج. لكن انت شايفه في خطوات من السفاره السعوديه او الخارجيه المصريه؟ مفيش اي جديد، مفيش اي، ما بنسمحش اي جديد. تطلبي ايه من السفير السعودي او من خادم الحرمين؟ اطلب منهم استرحام والعطف على جوزي عشان اولاده، عشان 7 الاطفال دول كبرهم 15 سنه وصغيرهم 4 سنين، كلك اعمارهم ورا بعضيها. هو لم يرتكب اي جرم ولا في اي محاكمة، اي مشكلة على زوجي ولا اي اتهام لحد دلوقتي، ما قصدوش اي مشكلة له. تطلب ايه من الخارجية المصرية، السفير الوزير الخارجية المصري؟ ان هو طبعا يدور عن المواطن ده مصري، ده ابن بلده، ويعني يطلب ان هم يرحلوه حتى بلده. يعني هو في اي سجن في السعودية؟ هو في سجن إشعار، منطقة عسير، أبها. طب إحنا ممكن نستأذن حضرتك ونيجي نصور مع الأولاد، أولاده السبعة؟ يا ريت، مفيش أي مشكلة. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا، سلام. قولي لي معلش اسم زوجك الرباعي؟ محمد عبده عبد الهادي عبد الوهاب.